يلا بركه من الرسم، عرض عليك انا واخواته. يلا وما حافظ انت اخواتك انت قولي اخواتك انا. دابا انت امك معلمه وباك عنده اجازه، بغيت نعرف منين وردتي هذا الكسل. من خالي. الله يمسخك، انا قدك كنت حافظ اخوات الدرب كاملين ماشي اخواتك انا. عرض عليا نشوف. يلا اش نعرض عليك؟ شنو واش انا قدك نعرض عليك؟ اش دير ود اخويا نصير في حالتك؟ سير عند امك اخويا راه معلمه ترجع معك. يلا هوينا. يقول شي حاجه ياك عزيز؟ هضر اخويا مع خواتاتك. على مالك يا اختي انت عمتهم؟ واخا سيدي هضر مع خواتاتي. ايوا انت قلتي خواتاتي وسيري دوي معاهم انت. عزيز شويه ديال الصبر اللي عندي غادي تقادو غادي نوريكم الوجه الاخر. واخا لا لا مال هاد خواتاتهم اش داروا لك عاوتاني؟ واش هما مسرح الحرج اليوم الخدامه كترس عليهم؟ انا خدامه جنبونا الموقر، انا اللي كنضل ضاربه سماره جفاف سياق صابون حتى من البيوشات النعاس ديالهم انا اللي كنجمعهم ليهم وبزاف. هادشي مش معقول اختي، ماشي خدامه واختي خاصك توقف عند حدو. انت اللي تصرتيهم اش غدير اخويا؟ غادي تجمعهم عافاك وقول لهم الهضره وصل، خرج فيهم عيني قول لهم اختي فوزيه ما ديرش هادشي. انا غادي نجمعهم وغادي نقي لهم اليوم مزيان وانت غادي تشوفي. يلا اخويا. لا 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 شوفي خليك انت هنايا، حيت انت فاش كتحضري معنا في الاجتماع كنحشم منك. دابا انا بغي نسعره. انت شنو غديري؟ غتبقي هنا في البيت جمعي ليا انت شوفي ترون تقول عايش فيه زوفري. اختي فوزيه فاش كتعمر ليها لاكارت ميموار يا اما كتمشي عند خالتي الغزال وكتخبر وكتخلينا كنعانيو بالتشرد، ولا كتسعر واحد اليومين مسكينه وكترجع تبرد وكتكمل مسيره الكفاح ديالها. المهم الله يسمح لنا من حق الوالدين ومن حق فوزيه. وسعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباته هو سعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباته خويا وخويا وحدو فاهم واخوكم اخوكم نجي ونحط انا يعليكم مرة يتخاصموا مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كي يتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبيا وخويا وخويا انتبه بيها أنا يا قدام الناس واخوكم اخوكم وإلى دارت أنا يا ليام عليا واخوكم اخوكم نجي ونحط أنا عليكم الراه اش ولك صافت عشاني مابقاش عندي السوفل ولا 90 دقيقه ديال الماتش مابقاش كنقدر نكملها سي لورمان حيت كتغشي في لونطريما وليتي عاطيه غير الطواجن وليدام واش عمرك سمعتي ميسي ولا ليفاندوفسكي كيغمسوا في الكرعين والتقليه اخويا ميسي وليفاندوفسكي نهار يدوقوا التقليه والكرعين راه غادي يعتزلوا مابقاش يلعبوا كره نهضر معاك بالقوزيري معايا شوف عندك انت 6 شهور ديال لونطريما ديال النيه ديال بصح ديك الساعه ترجع للمنتخب النسوي بعينك مغمضين وانا نعطيك لك عام ديال التمارة ولا عطيتيني عام ديك الساعه راه خليل وزيد شي عيط لك تلعبي كوب ديمون اجي انت لهنايا وجه الحبس واش ما عندك نفس ما عندك كرامه 7 سنين وانت مصرحت مع الدريه في الزناقي وفي الدروبه اشوفه هذاك الحب ديال التشرد راه ما مسلكناش على الشريف اختي عتيقه في العافيه الصباح هذا ما ديش على اختك عتيقه دابا معايا واقف على الطلاق كتمر من أزمة عاطفية عاطفية؟ راه غادي نعفق عليك ونخمجك اختي عتيقة صافي ما تعصبيش بلا ما نشوفوا راسنا في الدرب شكلي انتيا كتفهمي شي حاجة انتي أنا أختك الكبيرة وأنا اللي تنعرف مصلحتك شتي هاد خونا في الله راه ما غيخدم ما غيردم ما غيجمع راسو تا انتي غتبوري وتشبعي بيران اش من بيران ولا قهاوي الله يهديكم أنا راه خدام غير الكبر ديالي ما كيسمحش لي نتواضع ونقولها وفاش خدام الكذاب خدام عند با علوان شنو خدام عند با علوان سمسار ستاجير شنو بغيتي نكون طبيب ديال السنان الله يمسخك
هذاك باك علوان هو براسو اكبر شمور، وهذاك المحل راه غير دايروا دفا للتبرقيق. يلا يرحم مالينا العاتقه بلا جميل. خليك دابا من العاتقه وقول لي انت فاش خدام عند با علوان وفوقاش خدمتي عنده. ها شتي تيكذب عليك، فينا هي الثقه؟ انا منك نطلق باباه دابا حالا. اش نطلق حنا تزوجنا بعدا باش نطلقوا؟ عندك صحه اختي عاتقه، من فوقاش وانت خدام عند با علوان ومخبيه عليا؟ نقول لك بالحق ما يكونش هذا الاسلوب ديال المساءله. نسول بالاسلوب اللي بغيت وانت تجاوبني كيف ما بغيت. لا ما ترفعي صوتك عليا. نرفعك عافاكم الا سمحتوا لي غادي نخليكم في هذا النقاش الودي اللي هي المشاكل الشخصيه ديالكم تتحلوها بوحديتكم بكل هدوء. الله يتويكم الخير. قولي شنو كاين؟ ما كاين والو، انا راه ما خدام حتى شي حاجه. يكذبت على اختك عتيقه باش ما بقاش تحقرني. ها دابا انت ماشي غير شومور، انت شومور وكذاب. شنو بغيتي دابا؟ راه تمشي خويا تقلب على خدمه بحالك بحال ولاد الناس، وعاد تجي تكمل معايا الطريق. انا ما بقيتش كنرضى خواتاتي يبداو يعايروني بيك، سمعتي الشومور؟ شد عليا دلاحتك. انا شومور ايه، ولكن انا عندي كرامه. كرامه؟ الكرامه شرشمتها لك عتيق. سير الله قيوتك أستاذة. الله الله اللي جات فوقتها. صافي ما تقولي والو، ما نسيتي والو. ما فهمتش. هذا العيني قولي شكرا اختي، الله يحفظك ليا الزين ديالي. لهلا خطك حيت تفكرتيني شي حاجه بحال هادشي. فوزيه واش عاوتاني جات وقتك؟ راه حنا خواتات ما بيناتناش هاد البروتوكولات. ياك ايوا اختي، حنا مني خواتات مني تسالي من هاد الوراق ديالك. دوزي اختي للكوزينه ضربيها لها بالجفيفه وطلعي سطاه بطري الحوايج من المنشر. واش منيتك فوزيه؟ بغيت نخلي قضيه قد قداش ديال اختلاس الاموال ونمشي نشوف لك التصبين والنشير. وهاد الاختلاس اختي ديال العمر اللي ضاع قدام عينيا مال انا ما عليهش الله. واخا فوزيه شنو بغيتي؟ عندي لك قضيه. نقولها من الصباح؟ تفضلي قولي لي انا كنسمعك. اختي عاد ما كانش عندك الوقت. ويلي فوزي انت النوره ديال الدار، الا ما كانش الوقت ليك لمن غادي يكون؟ قول لي شي جار غادي يطلق؟ انت زعما ملكيه الافراغ؟ طلب اعفاء وتعويض عن سنوات العمل. اها قول لي التفاصيل وقول معني بالدعوه. التفاصيل اختي كلها في راسك، والمعنيه بالدعوه هي شخصيا قدامك. شنو كتقصدي؟ بغيت نرفع دعوه ضد خوتي بتهمه الاستغلال والاشغال الشاقه المؤبده وبدون تعويض. هذا راه حكم ماشي دعوه. هذه دعوه المحكمه ودعوه سيد ربي والاولياء الله الصالحين يخفيكم الحق جمله. ربحتي يا المعلم، ربحتي. ايه يلا افتح المعلم، تبدا انت ولا انا؟ ابا غنشي تقدم قدامك اسيدي علوان. لا انت هو الكبير ديالنا اللي شربنا منه الحرفه. واخا سيدي ما عندي ما نقول، فراسك مرات ابراهيم الخضار. رقيه ملا ما غاديش تصوم معنا مسكينه هذا العام رمضان. علاش؟ هذه الصعابه جاتها الخبار ديال تحليلات السكر. براخ وعلى تبرقيقه. وكي جاتك هادي؟ هادي تبرقيقه باقيه في السيلوفان ديالها. شرف لي ان كنت الميت ديالك. لا حاشا حاشا حاشا، ما تقدمش قدامك حتى انا. ايوا اسمع هادي تكلم قول. عبد الرحيم ولدك. مالو؟ اليوم غدي عندك هو ومرته وولادو. ما يمكنش، ولدي وانا باهما في راسي والو. ما تيقتنيش سول مولات الدار على جوج طيور اللي خدات البارح وباتوا مرقدين لمن. الله اكبر، انت راه خصهم يسميوك بروفيسور البرقاقه. وعلوان حبس عليا الضحك، خاصك تخدمني معاك. نخدمك؟ فينا يا الخدمه؟ تا الدبه اللي بغينا نمشوه ما كاين. ما سوقيش ابو علوان، خاصك تخدمني وتعلمني الحرفه، وانا راه نعجبك، وان شاء الله فاش تمشي لدار الحق انا اللي نقابل معاه. علوان راه مدرسه عريقه في التبرقاق، شتي الا خدمتي معاه؟ اغناك الله وليدي، ولا باقي قاعد تقلب على الخدمه. ها هو نسيبي العزيز. جزاك الخير. يا بسم الله. الله الله يعطيك الصحة فوزية. شي طياب عندك داير بحال رضات الوالدين، ما تشبعش منه. بصحتك وبراحتك نسيب، أنت بعدا دايزة فيك ماشي بحال هذاك الرهوط. والله كما كان كيغلبني وجهي تنخليهم بالجوع. علاش مالك فوزية؟ ما كاين باس. والو ما كاين باس. أنا عييت تمارة ويتخلق يبقى نضرب تمارة، ما كاينش كيقول لي كلمة زوينة. شا اش كاين؟ اش واقع؟ راه ندي مالك؟ الجفاف العاطفي ما كيحنوش فيا، ما كيحنوش. خلعتيني وكرا انت السبب. ياك الغالي انا. انت اللي فششتيهم وانت اللي دصرتيهم. امك الله يرحمها، امك الله يرحمها ما كانتش كدير معاهم داكشي اللي كديري انت دابا. مي بعدا كاينه كانت كتدخلوا مع الكوزينه يعاونوها. انا دايرني كي حمار الطاحونه، اللي بغاوها اجي فوزيه صايبيها. انا كيبان لي فوزيه خاصك تحبسي المرقه. ندير دواز؟ لا هو ديري الصفه. الله يهديك، خاصك توقفي وتحبسي. قول لهم صافي انا عييت ما بقيتش قاده على هادشي. قلت شكون يسمع لك؟ قلت هذا عزيز خوك. ما ديتيش ليا الشكايه. الله يتنكي
والله تنبيدي في هذه الليله السيوم النينة. انا بغيت نتعلم حرف التصم صالت، اما التبرقيق ما عندي ما ندير به وما عنديش اصلا الموهبه ديالو. شتي هذا الجيل هذا ما تعودش عليه، ما تيقدرش المورود الثقافي. واش هنا كان تبرقيق مورود ثقافي النامي؟ ما شنو نقولوا عليها، تراث شفاهي. هاد الجيل هذا غير غسل عليه هذيك، غير غسل عليه هذاك. مشات يمنا انا وياك اخويا عنوان، مشات يمنا. وابا جدي انا راه بغيت شي حرفه نجيب بها فلوس، ندير بها مستقبل، نتزوج ونكمل ديني. اما التبرقيق راه غنقص به داك الدين اللي ما كاملش. واش بغيت تخدم؟ اه الا جبتي لي تبرقيقه باقيه في ميكتا ما عرفهاش باك علوان، نخدمك من غدا وباك المدني شاهد. تخدمني تخدمني، نخدمك نخدمك ونخلصك مزيان ونورتك الحرفه. مشات يا معلم، مشات. اجا عندي يا ولدي. اش بغيتي يا بوجدي؟ تحضر. علاش تحضر؟ تحضر عند باك المدني شي يدير لك لونتروتيان. الدري تبارك الله عنده ودني الحرفه غير طلا فيه وكرمه. دوز لي التحليله ديال الودين. باك المدني راه خبير في التنقيب على المواهب، هو اللي اكتشفني. على هاد القبال دابا الصحيفه ديال الذنوب عندهم شارجيه من جهتك. عاود تحضر اولاد عندي كنترول. شير اولادي ديتي الخبزه مخمره. هانيئا لك. هادشي كون كنت خوك انا فوزيه نهنيك من هادشي ديال الطعم والتصوير والجافيل وهادشي كامل، سولها عتيقه. ناري على نسيبي العزيز ويتربي حفظك. انا راه عارفك حادك وشي الدينار ديال جافيل راه نطراسي لك في يديك. عرفتي علاش هادشي كامل كيديروه؟ حيت انت اللي ربيتي فيهم العجز. اما كون كنتي خارجه خدامه بحالهم كاع ما وقع لك هادشي. وانا غادي الزهر وانا الخدمه لقيتها حتى من الراجل اللي انا كنتسناه، مورا باقا ما توحمتش عليه. انت هادوك راه محساده، شنو واخا يجيوك في الخطاب يجريو لك عليهم. والله تيديروها الكفاره بالله. اه. اجي. علاش ما نديروهاش ونشوفو اش غيديروا؟ اش نديرو؟ علاش ما نجيبوش العريس ونشوفوهم اش غادي يديروا؟ واد عريس انا نجيبو من الجوطيه ولا نشريه من الانترنيت؟ غنجيبو لك من السيلون، صوابق وخبره، على حسابي، ودي الامر، انا غنتكفلك بالقضيه وغندبر لك عليها. ونديروها مالو، خا نديرو حنا خطبه كذابيه، بالحق النهار الاول يموت الموش، انا راه ما نسكنش مع عمو. علاش تاك تيقتي راسك وسكنتي مع عمو؟ ما تجي لي الحار الهريسه شي حاجه خاصه بحار. بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فين درتها؟ ثقي بيا، قلت لك هذا الايلاينر غادي يردك بحال شي كوريه. ولكن انا بغيت نولي بحال شي شينويه. ما تحكريش، راه جدهم واحد. سي سير انت باغي غير تبيع السلعه ديالك وقاس كتزين لي في هذا الشيء. وي شنو قلتي؟ حرام عليك، انا راه الكليان عندي اهم من السلعه. ربي ربي، وبغيت نسولك ولكن جاوبني بكل صراحه. شوفي انا راه عندي برينسيب في الحياه، ما عنديش معك دوب النفاق، سوليني. قول لي واش انا بومبا؟ زعما بغيت نقول لك واش انا زوينه؟ عيب عليك تسولي هذا السؤال، انت راه الجمال وقليل في حقك. ربي ربي، شوف صح. سولي اي واحد في العالم يقول لك نفس الهضره ولا احسن كاع. ولا خطك عليا شوف. واحد السلامه اخونا. جابك الله اختي، بغيت نسولك. لا انا مزوق فيك، سولي اي واحد في العالم الا هادي. مالك انت عنصري؟ سولي اختي. شكرا اختي. قولي لي واش انا زوينه؟ منع الاحراج اخويا؟ انا قلت لك ما فهمتش. هو في الحقيقه فيك جميع المقومات نتاع الجمال الا الزين، هو اللي خاطئ. ياك اختي، وكتقولي عليا فوسط وجهي. وتاتي اختي تتسوليني فوسط وجهي. سي عزيز، اش هاد الكليانات كيجيو عندك؟ لا 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 لا، حاجه تكون هذيك الكليانه ديالي انا ما غنعرفهاش غير اختي. اختك؟ للاسف اختي. كتهضر بهاد الطريقه هادي؟ شد شد عليا سلعتك شد، ما عمرك ما باقي غادي تشوف وجهي. وانت يا اختي راه نخياب حتى نعيا وغادي يكون احسن منك. ناوش تبع الحبيبه. باي على الغزاله. باي باي. صافي بعنا وشرينا معاك، الله يعطينا وجهك. الا كان البيع والشراء مع هاد الشكيلات يبلاش. لاش هجمه دابا؟ شنو بغيتي؟ اختك فوزيه مالها؟ دايره لنا دار الضيافه والمولى ديال خوتك راه تضيع فيه. ما فهمتش مالها شنو دارت؟ دابا انا دخلت للكوزينه خلستان اش لقيتها دايره. سيدهم الغالي جالس وهي كطيب ليه في المحمر والمجمر والمبخر. علاش اخويا كنسمنوه لموسم؟ واحد السلام عليكم. قول اعوذ برب الفلق. صافي اخويا اخبار فراسك، وهذا المحل راه نتاع البيع والشراء ماشي ديال الجموع والعصائر. سلامة. يا اكبر غلط دار الحاج
هي عاتقة فاز لك تكون اختي. عرفتي كون كانت اختي كنت دبرت لها على راجل نخطبها لي وتهنى منها. راه داكشي اللي درنا خويا الغالي غير راجل ما صدقش. نعم لا والو ياكشي بس ما كاين خويا. وجد راسك اليوم جاي الخطاب. عاوتاني واش ما عياوش هاد الخطاب هادو؟ هذا واحد الصديق مقرب ليا الله يعمرها دار ترابي الاخلاق الرجوله حسن السيره والسلوك كامل الاوصاف. ملي زرق باني صافي. عقبه عقبه ليك هو باغي يتناسب وكيقلب على عائله محترمه. قلت لي انا ما غتلقى محسن من نسابي الله يعمرها دار. وفي من جاي داوي؟ فيك. نعم تجي وتعرف خلي مفاجاه. المدرب ديال البارسا جراو عليه هذا الصباح. وانا شنو غادي نستافد من هذا الخبر؟ قلتي لي جيب خبر باقا ميكته راه المدرب براسو باقي ما قالوهاش لي. راه كاين فرق بين خبر وبين تبرقيقه. وشنو هو الفرق؟ الخبر اللي تتخرج تعرفها كلشي، اما التبرقيقه راه دايره بحال الشعره اللي تتخرج من وسط العجينه تتكون عندك انت بوحدك. هادشي عندك صعيب با الوان. ايوا هادي هي الحرفه. خليني من داكشي ديال الانترنيت. خرج للدرب وشمشم وتصنت خدم ودنك مزيان. واش انا بغيتني نبدا نخرج نشمشم فركاني واش انا دوبيرمان با الوان؟ اي لا شي لا بغيتي تخدم. اسمع بعدا مني هاد الخبيرات وعاد احكم. يلا قول نسمع. عباس النجار زادت عنده بنيه وسمها نوعا على سميت بنت خالته اللي ما كانوا الجوج اللي داروا هادي 10 سنين. الله اكبر. يلا زيد اش عندك؟ عبد السلام مول المكازا مشى هاد الصباح للمطار يجيب امو كانت عمره. وكانت في تركيا عند بنتها سوسن. اما كاين لا طواف لا عمره راهي تكذبوا على عباد الله. هاد النيفو عندك ابو علوان راه فايت الاف بي اي ديال روسيا محان زطط معاك. رضا الصباح وانا كنقلب عليك وانت جالس مجمع مع ابو علوان. ما مجمعش انا وليت خدام عند ابو علوان. مازال ما خدمتيش. زعما كندوز لوتروتيان في اطار. برك دابا من لونتروتيان وهادشي ونوت كاع تمشي معايا للدار نتسخروا راه جايين الخطاب. عاوديها. الغالي جايب معاه واحد صاحبو يخطب. عزيز جايين فين الخطاب؟ لا واف امير نوت قاعد الى تقعد نمشي نتسخروا راه غنتعطلوا عليهم الخطاب راه غيوصلوا. ونوض شتي الكاسي هادي تبرقيقة كنتي تخدم بها ولكن ما جاتش من عندك. مرحبا بالغالي والناس اللي جاوا بجهته. الله يبارك فيك امي راضي الله يكبر بك. قول الاخ ما شرفتيناش بالاسم الكريم عقبة. لا قال لك سميتك ما قال لكش فين ساكن. اسميتو عقبة راه ماشي العقبة عقبة. زوينة هاد السمية تبارك الله فكرتني في عقبة بن نافع ولد المنصور الديبي. الله يا با علوان اش هاد الصلاده في التاريخ بين عقبة والمنصور الديبي سبعة القرون. لا وسي علام راه عنده الحق انا راه ولد المنصور الذهبي هو بالحق دابا تحولت لجهة الباطيمات. الله كبار كون هاد علام. ما كاين لا علام لا سلم خليونا من الجغرافيا والتاريخ ندوزو للمعقول. الله يلعن هضرتي لسي الغالي. قول يا وليدي اشنو جابك عندنا واشنو قصدك؟ ان شاء الله جينا طالبين راغبين في فيد بنتكم فاتين. شكون فاتين؟ زعما فايزه فايزه. شكون فايزه؟ بغا يقول فوزيه فوزيه تالف مسكين على الجديد. فوزيه على سنه الله ورسوله. ايوا وليدي راه عزيزه وغاليه. شكون هاد الغاليه؟ سكت انت انا ندوي في بلاصتك. الغالي خلي الدري يهضر باش نعرف واش كاين. راه الزواج هذا. قول لي اخويا دابا انت من بين خواتاتي كامل بانت لك غير فوزيه. ويلي على جهه هضره كدقال. زعما بغا يقول لك خوها فين كتعرف فوزيه وهي ما عمرها خرجت للدار. دابا القضيه وما فيها. وانا دابا هو اسي خلي الدري يجاوب. لا هو في الحقيقه صاحبي عبد الغني هو اللي شكرها ليا بزاف. انا ما عمرني ما شفتها. كيفاش دابا شكون اللي كيعرف دابا اختي دابا انت ولا عبد الغالي؟ صاحبي صاحبي هو صاحبي عبد الغالي زعما هو انا الغالي كيتلف سميتي. صراحه الله خويا صدمتيني الصراحه. جيتي خطبتي اختي فوزيه هي اصلا في مقام الوالده الله يرحمها. يا ويلي صلح فمك غادي تخرج على البنت. واخا دابا انت عرفتي شنو دابا حنا مرحبا بك شكرا على الزياره غادي نسولوا السيده ونتشاوروا معاه ونردوا عليك. ما قلتي عيب عمي ما قلتي عيب خذ راحتك الدار دارك وقت ما جيتي مرحبا بك. جمال عمرك ما غتعاود تمثل ولا غتبت في الكاشي سكوت 11. لا 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 انا جاني هاد الزواج هذا ديموضه والوعره شكون اللي جايبو؟ سيدهم الغالي اللي اصلا ما فيه حتى ثقه عاد غتكون في صاحبو. بصح اصلا الغالي دوق مكفس في العيالات هنا صاحبو غادي يكون بحالي. ياك اختي نوضي تقعدي انت بعدا سيري لبيتك اجدك في هاد الهضره ديال الكبار. فوزيره اختي وحتى انا مسؤوله على مستقبلها. صافي هنيوني وحدو الكلمه ونرجعوا للموضوع ديالنا. انا بعدا بخبرتي المتواضعه في المحاكم هاد الزيجات تلاقهم كيطوال في محكمه الاسره في مشاكل بزاف.
انا ما عنديش مشكل مع العريس، كيبان ليا مزيان، ولكن كيبان ليا حرام حرام نغصبوا اختنا في شبابها. باقا صغيره فوزيه على الزواج، باقا صغيره بزاف. وهي الصراحه حتى شي واحد فينا ما يقدر يعرف واش الزواج غيصدق ولا لا، وفي الاخر راي فوزيه هو اللي كيهمنا. قلتينا بالفلسفه، عطينا راي واحد. وانا زعما قلت كانوا تكون حسن كون كانوا كيعرفوا بعضياتهم من الاول. الصراحه هادشي اللي قلت حتى انا جاتني غريبه. هاد السفلال هذا جاي السلام عليكم بغيت نخطب كريطه. نقول لكم الصراحه، الغالي تنعرفو مزيان وصحابو كلهم تنعرفوهم، هاد خونا في الله ما عمري شتو. انا لا ماشي مهمني انت شكون اللي جابو، اللي مهم واش يستاهل اختي ولا لا. ويكون قاري وواعي ومثقف، ما يكونش عنده صوابق وما يكونش عليه الشيكات، ويكون كيعرف يطيب، يكون كيعرف يقابل الدار. حيت ما عرفتيش نهار فوزيه تغضب وتجي عندنا حتى حنا طيب لينا مساكن، ما نعرف يبقى بوحديته، خصو يعرف يسلك راسو. سكتوني سكتوني اختي، شتك ساكته، عطينا الراي ديالك. لا انا قلت زعما تتساليو اختي فوزيه، انا حنا تنساليو بعدا. خي شاركينا بالراي ديالك، راه حتى انت معنيه بالامر. قولي والله انا قلت ما نخليكم تحلوا وتناقشوا وتهضروا في هذه المواضيع، غير هو راه نسيت ما قلتش ليكم انا وحبيبي عقبه ديالي راه صافي اتفقنا باش غنتزوجوا. نعم يلا تصبحوا على خير. على خطركم علاش ما شرطوش عليه مورا الزواج فوزيه تبقى ساكنه معانا؟ ممتن على هاد الفكره الجهنميه، ولكن تيبان ليا نكثروا عليه مازال في الشروط. انا تيبان ليا نقولوا ليه يدير لنا 7 ايام ديال العرس وشهر العسل في مالديف ودينا معاه ويجيب ليها كادو جيتسكي. فوزي ما تسوقوش ونسوقو انا. باز ليكم اخواتاتي، نتوما على القبال وباغي نجريو على العريس، باغي نجريو على فوزيه قبل منه. نعم نعم شنو سمعت فوزيه كتوجدوا شي حاجه؟ لا والله هي تقولي لي شنو كتبتي؟ حتى واحد ما يقعد ليا في وسط الدار ديالي. اختي فوزيه كنا كنامنوا لك مستقبلك مع عريس الغفله، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. امين. وفرحي وسعدي بخواتاتي، وتنانيت رانا جيت غير نبشركم يلاه قطعت مع حبيبه عقبه وموافق على شروطي كاملين، واتفقنا منين تزوجوا ما غنديروش العرس، وفلوس العرس غنسافروا بهم بعيد ماشي للمالديف، غنمشيو لدكاله ما فيهاش البحر. داكشي علاش ما غنحتاجوش الجيتسكي، وهو كان قال لي بلي راه ما باغيش قوه الخيط الريط ديال العائله وداكشي. يلا على البنات العقبه ليكم كاملين. ويسي عقبه ديالي بوحدي، نتوما ما عندكم فيه والو، حتي ستريس العيالات ملي كيبغيو يتزوجوا وتوجد العرس. يلا يلا البنات ما نطولش عليكم، سلامه. صافي بقيتوا على خاطركم، نوضوا تقعدوا ليا من بيتي، درتوا ليا الصد. احنا مايضين موت احنا الموضوع. ما تجيلي في بالك والو، شتي لا مكتاب ليك والله، واخا يا بنيتي يكون في العماريه مع وحده اخرى، يا حتى ينزل ويرجع ليك. نبقى في الحاله امي راضيه على خوتي، اما العريس حتى يمشي واحد ويجيو 10. يجي 10 حنا مباركين جا هاد الواحد. شو دابا فين كتهضر وشفين كتهضري؟ راه ما بقاش في الحاله العريس، تبقى في الحاله على خوتي اللي ما باغينش مصلحتي. وغير تخيلي معايا انت جا لامك الخطيبه اش غديري؟ انا ماشي مهم، شكون كانوا عزايره نقولوا ماشي مشكل معولين على اختهم، اما راهم 7 ديال البنات و7 ديال العيبات في عيني العدو. هادشي قلتيها عيبات، ورا انت اللي تصرتيهم وخرجتي عليهم، والله كون علمتيهم كل وحده تعتمد على راسها يما توصلي لهاد الشيء. لا امي راضيه ماشي انا، امي اللي كانت معوله عليا انا في كل شيء، هما مخليهم غير يقراو. صافي صافي الله يرحمها ويوسع عليها. يلا افطري يا بنيتي. الله يرضى عليك وجمعي جلالك ونضيت بعيني. فين امي راضيه؟ خملي معايا بنيتي داك بيت النعاس، راه عام هادي ما خملتو. حتى انت يا امي راضيه؟ وعلاش شنو فيها يا بنيتي؟ تعزيها فيا؟ هاكا ضحك معاك وانا بيت النعاس تيخمل لي علوان، الله يخلي ليا. واخيرا نبع علوان، ودينا تكون المخابرات ديالك والتبرقيق ديالك غادي ينفعنا في شي حاجه. الولد سميتو عقبه ولد ربيعه. من قريش هذا؟ لا ربيعه اللي كانت في سبيطار الشفاء، اللي كان فيه عبد الرحيم. هي 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 حنا ماشي سوقنا في مو دابا. الله يرحم باك با علوان، انا هذاك الشيء تاع ذاكرات المدن وقتاش تبنى هذاك المستشفى وشكون اللي بناه، ما عندي ما ندير بها. انا اللي بغيت نعرف هو الدري كيفاش داير، فايت لي في الزواج، داوين فيه عباد الله، خدام. الولد تيدير داك الشيء ديال التمثيل، ها؟ عنده واحد الفرقه المسرح، ولكن راه تياش تيتفنن. هو راه ما فايت فيه لا جواج لا طلاق. با عنده دروغري تيتعاون معاه مره مره. وعنده شي دويره؟
عطي با واحد لابارتمون معاه في الموبل فيها جوج بيوت وصالون وكوزينه وحمام بلدي منشر مشروك. انا ما بغيناش نكريوها با علوه صافي فهمنا السيد عنده الدار. انا دابا جيت نقول لكم انتم دبروا راسكم. خصنا نعطوا ليه في السكنه اختينا ما بغيتها تسكن معنا صافي في موبل واحد. قالتها لي ساكنه مع خواتاتها في دار وحده. واش دابا حنا فيا ولا فوزيا؟ انا رجعت عليا ما توفوا البنت في طريقها خليوها تشوف مستقبلها الله يرضي عليكم. واخا بو علوان شكرا على المعلومات ومجهودات ممكن تهوينا دابا بغيت ندوي انا والاخ ديالي بشي مسائل شخصيه. ايوا الله يرحم والدينا العويتقه. بلا جميل عتيقه با علوان كيبان لي عنده الحق انا نتزوجكم كاملين الا اختي فوزيه ولكن ما بغيتش نوقف في الطريق رزقها نبدا نوبها تكون باغيه السيد. الله يهديك اخويا الجواج راه سهل طلاق اللي صعيب راه 100 تخميمه وتخميمه ولا السينياتور عند العدول دير عندي. شكون؟ رضا هذا. زيد زيد. صباح الخير عليكم. صباح النور. اختي فوزيه اسمحي لي جات مع الطلاور كاين اسمحي لي مبارك ما درتي بالرفاه والبنين والله الا فرحت لك. الله يبارك فيك اخويا رضا على خطيك فيك الخير على خوتي. عجبك لهنا الدري. امي راضيه. قاصدك والمقصود الله امي راضيه انا مزوق فيك هضري لنا مع با علوان واللي يخدمني عنده. راجلي كاع بقى الخدمه لراسو يخدمك انت ياك تيقيل الناس في الحانوت عس على عباد الله ديزا والرجعه وراه داكشي علاش الا مشيت تخدمت معاه غادي نحرك لكم القضيه وغيفيض عليكم الرزق تولي فلوس كيشتها هك رضا نتشاور معاك انا تا انا كيتشاور معايا الناس وكنهضر معاك بصح مرحبا دابا اش بان لك في هذا العريس اللي جاني واش ناخذ ولا ندير من ناقص داك فوق ما عقبه وبيني وبينك الا كان ولد الناس عطي فيه اللهم ملقاك معاه هو ولا يبقاو يضربوا عليك تمارا خواتاتك. يا رضا تا هو كيهضر في المعقول. واش غنقول لكم صافي راه ما بقى ما يتخبى. راه ما كاين لا عريس لا والو. هو؟ ها ويلي اش كتقولي؟ ايوا هذاك عينو عقده ولا ما عطا سميت. لا فوق ما. عقبه عقبه. حتى فرحنا بصح صدق حتى هو فالصو. ودابا هادي راه خطبه كذابيه. دابا اتفقت انا والغالي قلنا زعما كاين عيب العاني نديرو بلا رجا شي عريس يخطبني. حاجه نشوف خوتي واش باغي لي الخير ولا لا. ساعه خوتي ما صدقوش وما. يلا نوضي نوضي جمعي جلايلك علاش امي راضي باش تخملي داك بيت النعاس بالمعقول امي راضي انا ما على ما يجي شي عريس فري واه خليني امي راضي قلت لك نوضي زيان شو هاد الزغبيه هادي حتى قلنا غنفرحوا ليها الزواج فيها معطل وانما قال لك كاين اللي ما عندوش الزرته في خليان دار باباه اش كدير ونجبد شويه الحلوه نحلي ورا بالي هنا المالح تسطرنا على الله وعليك نعم دقها علوان المره دي راه ما تهز خليها سلعه يا على سلامة الولد الله يسلمك وينجيك با علوان يا مود هادي ما جا ايوا جاب معاه بعدا شي كادوات تهلا فيك انت شويه انت والمدام الله يهديك السي علوان اجاب جاب ولادو وصداهو لا واه لا واه با المدني وربعه الكرتونات وثلاثه الميكات اللي دخلوا للدار ايوا راك مغرز خدمتك با علوان انا ماشي تلميذ ديالك المعلم قول لي يا با علوان داك الدري اللي جاي يخدم عندك جاب بعدا شي خبيره ولا والو والو يومين هادي ولا جاب نص خبيره ساويه ايوا راه الا ما لقيناش الخلاف لهاد الحرفه غادي نقرضو والله ما كذبتي بلاتي بلاتي اشنو نظرك نفتحوا شي مدرسه ديال التبرقيق ونستقطبوا فيها المواهب ونصوروا الفلوس كاينه زينه بعلوان باقي عند كلمتك اين كلمه قلت لي الا جبت لك تنقنيقه بميكس تخدمني علاش كنا داوين الاستقطاب اسيدي نخدمك ونخلصك في السيمانه الاولى نعطيك لافانس في السيمانه الاولى ما تحشمنيش قدام معلمي العريس اللي جاي يخطب فوزيه جابو الغالي فراسي راه غادي يجي اليوم لعند خوها باش يدي الجواب ما جبتي والو يا معلم انت اللي ما فراسك والو السيد راه ما ناوي لا خطبه لا لعبه غير الغالي يدير مع فوزيه حيله باش يعرفوا خواتها تاع علاش ناويين كيفاش عمك قالوا ما دازت عليه الدكاكه راه الدكاكه ماشي غير داز راه داز ورجعت مارشاريار وزفتو داروا الضواو عيط لامي راه ديال تكون فيرمي لك الخبر الو راضيه واش بصح فوزيه كانت دايره هي اللعبه على خوتها ما كاين والو وعلاش ما قلتيهاش ليا وانا تعرفيني تنتقطع صافي يلا يلا صافي سير السويمينه الاولى يا سيدي مبروك عليك الخدمه انا هاد التسبيق بسم الله
يا قلت لك الدري عنده ودير الحرفه وما تيقتنيه. صوت له في الود الاخرى. نزل هادي راه خبزه ديال القمح وفيها الفرماج. كولو تبنن. حذاري بلا ما نعاود نوصيكم ما تفوتوش ليه جوج كلمات ما مكتبش ولد الناس. شوف ليك ما احسن اختنا مازال باغا تكمل قرايتها وبقى قولي لله. اش هاد العزو هذا؟ خليو السيد بدا يجي نعطيو شروط بلا ما تسبقوا العيد. الخير من سبيل العزاز. خويا الغالي فين هو السيد؟ السيد باغا كيحشم. صيفطنا انا ناخذ الخبر باش نقول ليه باش من بعد يجي بوالديه ويدخل الدخله الكبيره ان شاء الله. اش قلت لكم؟ راه ما حدو جاي من طرف هاد خونا يعني سوقو خاوي. هنينا انت شويه الغالي بغيت نقول لك حنا كاملين فكرنا وقررنا بان فوزيه مازال ما واجده للزواج. شو الا كان زربان وواقف قول لي شوف جهه اخرى. هذا هو كلامكم من الاخر؟ ايه هذا هو كلامنا الاخر. يلا هوينا. انا نهويكم فوزيه. فوزيه شكرا اخويا الغالي حيت خليتيني نعرف خوتي على حقيقتهم. اختي فوزيه انا راه كنت ناوي نتفاهم مع السيد راه هو اللي ما جاش. عيتهنا اخويا اصلا ما كاين لا سيد لا والو. انا والغالي اتفقنا باش نديروا هاد التمثيليه زعما يجي شي واحد يدير راسو غيخطبني باش نعرفكم على حقيقتكم. الغالي اش كتقول لي ديش التخربيق كما كتسمعي على ودنيك. اختكم فوزيه دارت لكم التيست غلط طلعتوا كلكم نيجاتيف. انا نتكلف اشرف 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 فين غادي ندرم الشريف شكون انت؟ انا عتبة جاي نخطب يد لالة فوزية. غالي والهما ما كنعرفو. عطيني فرصة نفكر. طلع على كارت وسعداتو بخواتاتو واخا قلبي اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو هو سعداتو بخواتاتو واخا قلبي اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافد هبالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو خويا وخويا وحدو فاهم وخويا وخويا انتبه هذه انا يا قدام الناس واخوكم اخوكم ولا دارت انا يا ليان عليا واخوكم اخوكم نجي ونحط انا يا عليكم مره مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبيا واخوكم اخوكم نجي ونحط أنا يعليكم مرة